السلام عليكم، بخير لاباس. معكم هشام صالونات مغربيه، مرحبا بكم والف مرحبا. بالنسبه لهذا الصالون كاين خدمناه في عين السبع، كما تشوفوا الديبار درناه ورده كله. انتوما هنا دخلنا الدوب النسال هكا يكون في الديلافي، وهذا طويه من البروكار. جينا هنا حاولنا ناخذ لي كاري اللي هو ماطلاسي، جا الماطلاسي بلي بومبون، والتاليه جا نص نص، واحد بالورده واحد اني بروكار، والظهر كما تشوفوا معايا اني بروكار، وخدمناه هذا الكوردون اللي كله حرير. شفتوا بالنسبه لشي حاجه ديال الكوردون اللي هي كلها حرير كما تشوفوا معايا، ما مش نتفى ما والو، صبر ورد. هنا كالدو خديناها كلها طويله بالديلافي، وخدينا عليها لي بومبو. شفتوا حاولنا ناخذ الظهر ديال الخديه كما تشوفوا معايا، النص كله ديلافي والنص كله بروكار من الارضيه ديال البروكار. وجينا هنا خدينا الورده كلها في لافاس. شفتوا هنا بالنسبه للعود كما تشوفوا النقشه شي حاجه ديزاينو، هذه ديال لا ماشين كما تشوفوا معايا، نفس اللون العود. هنا الماطلة حاولنا نديروها اروند اروند، هي دايره 33 بلا بياس مدى الحياة افي. شفتوا هنا خدينا ليها درنا ليها الكوان، الصالون ما كاين طويل وما فيش العرض بزاف، حاولنا ناخذ ليهم الكوانات. والسداري الوسطاني كما تشوفوا معايا خدينا ليه لي بوند هكا، دخلناهم هنا في هاد الري هنا، وخدينا باندا هنايا، والمطلة كاملة خدمناها كلها بروكا. شفتوا وكما تشوفوا معايا هنا حاولنا ناخذ هذا اللي هو الديلافي، وخدمناه ماطلاسي. حنا خدمناه ماطلاسي هكا بلي بومبو. بحال بالنسبه لهاد الماطلاسي هذا، يمكن لك الزواق اللي بغيتي تنديروه هنايا. هنا الريدو كما تشوفوا معايا، الريدو درنا ليه شي حاجه شونطون، شتيها كلها لاصوا بالفرانجا بلون براس كما تشوفوا معايا، كل حرير. وحاولنا ناخذ هذا الريدو اللي هو الاولى بروميان شوا ميديكال، شي حاجه واخا ضرب الشمس، بالنسبه للسيدة عندها الشمس هنايا كما تشوفوا معايا ما يطرى ليه حتى شي حاجه. شفتوا هانتوما كما تشوفوا معايا الصالون، مرحبا بكم والف مرحبا عند صالونات مغربيه عند هشام. تابوناو معنا في امو بلوم وهشام في فيسبوك، تابوناو معنا في صالونات مغربيه في اليوتيوب، تابوناو معنا هشام العظيمي في الانستغرام، تديروا هشام العظيمي تطلع لكم الانستغرام ديالنا فيه جميع لي موديل. هذا بروكار كاين عندنا في المحل في الرومبات 20 غش اللي في ضرب عمر، كما تنقول لكم حنا في الرومبا اللي في ضرب عمر اللي سميتها 20 غشت، حسن صغير 143 تاج تيسي عند هشام المحل مقابل مع البنك الشعبي. وبالنسبه للمحل الاخرين اللي عندنا في سهيل الحسن، واحد لاصق على التجاري، واحد في قيصريه بناني، هو الاول صالونات مغربيه عند هشام. شفتوا بالنسبه لهاد السيده تكلفنا لها بكل شيء، الحمد لله جام هائل هائل هائل، وخدمنا لها غير بالورده في الخديه والورده في الديبار، علاش؟ حيت الصالون كبير. شفتوا جا فيه الطول وجا هائل. من بعد غنحطوا لها ان شاء الله الطبله والزربيه، الزربيه غنديروها الارض باج بالموتيف ديالها اللي داخل فيه داك بحال المارو. شفتوا بحال المارو باش يحمي الزرق. انتوما هنا الخديه اللي درنا نص نص، حاولنا نخدمناها بهذا الكالون هذا شي حاجه باش تجي موديل. شفتوا موجه هائل. يلا بسلام عليكم، وغتلقاو النمره ديالنا في صندوق الوصف، وتابوناو معنا ومرحبا بكم والف مرحبا. وانا غادي ندير لكم فيديوهات جداد ان شاء الله في المحلات التوابل اللي جنا جداد، ومرحبا بكم والف مرحبا عند هشام.